السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه أجمعين. قلوا أمين. أسأل الله جلت قدرته أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وحيثما حللنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا وإياكم، الله يهدينا وإياكم. قلوا أمين. مثل مجالس هذه والأحباء، يجلس فيها الإنسان يذكر الله، ويجلس فيها الإنسان يتعرض إلى نسائم رحمة الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال، كلكم جائع، كلكم عار، كلكم إلا من أطعمه الله وسقاه الله وكساه الله وهداه الله. فنحن نسأل الله أن يهدينا وأن يكسونا وأن يطعمنا وأن يسقينا وأن يلبسنا لباس التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلوا أمين. والله يا أخوان ما في أجمل من اللجوء لله. الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء جل وعلا. في سنة من السنوات، وفي عام 1428 أو عام 1427 وبالتحديد في مخيم الحرس الوطني وفي مخيم النساء، تلك المرأة التي دونت تلك القصة العجيبة في تلك السنة حطت رحالها في مخيم الحرس في اليوم السابع، ثم بدأت الأخوات بالكلمة في مخيم الحرس في مخيم النساء، ثم والله ما تكلم الداعي ولا نطقت امرأة إلا أتتها تلك الحاجة تقول: والله، اسمع تلك الكلمة، تقول: والله لأوريكم وش أسوي في يوم عرفة. كلمة الظهر، كلمة العصر، كلمة المغرب، كلمة العشاء، كلمة الفجر، كلما تكلمت امرأة أو اجتمعت بامرأة قالت: والله لأوريكم وش أسوي في يوم عرفة. نام الناس في اليوم السابع، ثم تكرر المشهد في اليوم الثامن، ثم قالت المرأة: والله 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 لأوريكم وش أسوي في يوم عرفة. ثم مسكها بعض الأخوات قالوا: يا فلان اتق الله في نفسك. الكلام هذا يا أخي نشم منه رائحة الرياء. يا فلان إذا كان بينك وبين الله عمل صالح لا يعلم فيه أحد، اجعلي سريرة بينك وبين الله. ثم إذا بيوم عرفة يشرق وتخرج شمسه، ثم يركب الحجاج الباص، ثم يتجه الحجاج إلى مخيم عرفة، ثم إذا بتلك المرأة تحط الرحال قريب صلاة الظهر، تحط رحالها في مخيم عرفة، ثم تأكل ما قدر الله لها أن تأكل، ثم تصلي الظهر، ثم تصلي العصر جمع تقديم، ثم تشرب ما أراد الله جل وعلا أن تشرب، ثم رفعت يديها الساعة الأولى الساعة الواحدة ظهرا، ثم إذا بالمرأة تبرهن كيف فقر العبد لله، ثم إذا بالمرأة تلبس لباس التقوى والمذلة والمسكنة للحسيز للعزيز الرحيم، ثم إذا بتلك المرأة تتعرض إلى نسائم رحمة الله. سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما ألطفك. نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك. الساعة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والله ما أنزلت يديها ولا دقيقة. يوم جاس الساعة السادسة، وإذا بالمرأة تزيد فقر لله،
وإذا بالمرأة تزيد مسكنا لله، وإذا بالمرأة تزيد ذل وهوان لله، والله تهمس في الأرض ويسمعها من في السماء، والله تتضرع في الأرض وتقرع أبواب السماء، والله تظهر فقرها لله والله يراها من فوق سبع أرجح. لسان حالها لسان حال يعقوب حينما فقد من أحبه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شوف كيف الفقر لله، شوف كيف المسكنة لله. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله يرحم عباده، وأعلم أن الله يحب عباده، وأعلم أن الله يقبل عباده، وأعلم أن الله لطيف بعباده، وأعلم أن الله ينظر إلى قلب عبده، فإن رأى في قلبه ما يسره أعطاه فوق ما يريد وما لا يتصور وما لا يخطر بباله. فلا إله إلا الله العظيم الحليم جل جلاله. ثم أذن المغرب والجميع ينظر إلى تلك المرأة في ذاك المشهد، والمرأة يا إخوان والله ما أنزلت يديها دقيقة. فلما أذن المغرب وإذا بالمرأة ترفع مباشرة الجوال، ثم إذا بتلك المرأة ترفع الجوال ثم تتصل ثم تقول فلان قال نعم، ثم إذا بالجوال يسقط من يديها. والله ما يسمعون إلا تكبيرها في مخيم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله ما رد الله من طرق بابه، والله ما أتيت لعرفة إلا لشيء يعلمه الله فحققه. ثم إذا بالمرأة تسقط والجميع يجتمع والداعيات يحضر والنساء يلتففن حول تلك المرأة، ثم ما ينظرون إلا دمعاتها تسير على خديها. الله أكبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. تدرون ما السبب؟ والله ما أتت إلا لشيء واحد، تقول والله ما خرجت من بيتي حتى أعتمر. لا والله، ولا أحج. لا والله، والله ما حضرت إلى مخيم الحرس الوطني حتى أرمي الجمار. لا والله، والله ما خرجت من بيتي ولا لبيت لربي إلا لأن الواحد القدير اللطيف بعباده جل جلاله، لأن الله ينظر إلى شكواي وحزني ويعرف ما في همي وما في قلبي، ولأن الله جل جلاله ينظر إلى يدي فيستحي أن يردهما صفرا، ولأن الله جل وعلا يجيب المضطر ويكشف الضر ويرفع البلاء، ولأن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، ولأن الله اللطيف بعباده، ولأن الله حرك لساني، ولأن الله أوجد قلبي. والله ما أعرف إلا الله، والله ما أتضرع إلا لله، والله ما أظهر فقري إلا لله، والله ما أبث شكواي إلا لله. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أحلمك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. والله ما أتت إلا شيء واحد، تقول أن الله جل وعلا قد رزقني بابن. والله ما يتكلم ولا يسمع. يا أخوان الصوت قوي ولا مو قوي؟ كويس. تقول والله أن الله جل وعلا رزقني بابن، والله ما يسمع ولا يتكلم، والله ما يسمع ولا يتكلم. وهذا شيء وجدته في نفسي، لكني مسلمة لله، لكنني أعرف أن الله أكرم من كل كريم، وأنني والله أعرف أن الله أمره، أن الله أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأن الله فالق الإصباح، وأن الله الذي حرك تلك اللحمة بين الفكين، وأن الله حرك فلانا وسكن فلان، وأن الله أسمع فلانا وأصم فلان، وأن الله جل وعلا ينظر إلى فقر عبده ويحب ذله، وأن الله جل
وأنني كلما أظهرت فقري لله لطف بي، وأن الله هو الكبير المتعال، وأن الله الرحيم الودود اللطيف جل جلاله. فأتيت لعرفة وعلى صعيد عرفة حتى أبث شكواي لله وأظهر فقري لسيدي وأطرق باب المولى جل المولى سبحانه. والله ما أذن المغرب إلا وقد تكلم ابنها وسمع. والله ودعت ابنها ذاهبة للحج، والله ما ينطق حرف، والله ما غربت يوم في يوم عرفة إلا أنه هو يرد عليها في الجوال، قال أنا فلان يمه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم إلا وإلا وإلا. فأين من يعرف تلك الكلمات؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقف على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، والله ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي يا عبادي يا عبادي، أين عباد الله؟ أين عباد الله؟ أين الذين يعرفون كرمه وجوده ورحمته ولطفه؟ أين الذين يعرفون من هو رب العالمين؟ أين الذين يعرفون أن الله هو الكبير المتعال؟ يقول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما أكرمه وما أجوده. والله أن الله جل وعلا قادر بأمره أن يفتح لقلبك، وأن الله جل وعلا قادر وهو القدير جل جلاله أن ينير مصيرتك. خرج ابن الخطاب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ليذبح، خرج رضي الله عنه وأرضاه ليجز عنق أعظم شخصية شهدها التاريخ صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على النبي. ثم على خيله وضع اللثام على فمه، والله ما أخرج إلا العينان، عينان الأسد رضي الله عنه وأرضاه. والله ما يريد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا به يقطع شعاب مكة وجبال مكة وأودية مكة، والله ما ينظر إلا إلى رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بعمر يلاقي رجل قال: أين تريد؟ قال: أريد محمد. قال: أصبرت يا ابن الخطاب؟ إن الإسلام الذي تعلن له العدا بالليل والنهار لقد دخل بيتك. إن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقاتل أصحابها بالسر والجهاد والليل والنهار، والتي تعادي من دخل تلك الدائرة. والله لقد وصل إلى قعر دارك وأنت لا تشعر. ثم كأن الخبر ينزل صاعقة على ابن الخطاب: عمر يريد، ومحمد يريد، والصحابة يريدون، وذلك الرجل يريد، والله العلي الحميد المجيد يفعل ما يريد. فلا إله إلا الله الفعال لما يريد. ثم ذهب إلى أخته فاطمة، فلما طرق الباب على أخته فاطمة وإذا بخباب بن الأرت وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم: إن لم تخني الذاكرة قد اجتمعوا يقرؤون شيء من القرآن
في بداية الدعوة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم. ثم طرق الباب ونظروا من ثقب الباب ورأوا إلى عمر وعرفوا أن عمر والله ما طرق الباب يريد خير، لأنه كان أسدا في الإسلام وأسدا في الجاهلية وليثا هزبرا بطلا جبلا أشم من جبل قريش. والله ما يجالي ولا يبالي عمر أحد، ولا يتجرأ أن يقابل عمر أحد. والله لا يبالي ولا يجالي عمر إلا من ثكنته أمه وباع الدنيا، ذلك الرجل الذي على الخيل فتسير قدماه في الأرض، ثم يطرق الباب طرقة تلو الطرقة، وما علم عمر أن الله أراد له خيرا من فوق سبع أرقعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم إذا بعمر يطرق الباب فيدخل، فعرف أن أخته قد أسلمت، ثم ما كان منه إلا أن صفع فاطمة على وجهها حتى سال الدم من فمها رضي الله عنها وأرضاها. ثم إذا بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر إلى رقعة، كان القرآن ما بعد جمع، كان موزع في صدور الرجال وعلى الرقع والصحف، وكان موجود عند فلان وعلان، لم يجمع بعد. فنظر إلى تلك الرقعة البسيطة، فما قرأها حتى اغتسل. فلما أراد أن يأخذ ويقرأ ما في تلك الرقعة، رفضت أخته رضي الله عنها وأرضاها أن تسلم تلك الورقة حتى يغتسل. ثم ذهب فاغتسل، وقد وجد، وقد قيل أن ما كان مكتوبا في تلك الرقعة بداية سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. لكأني أنظر إلى قلب الفاروق يقرأ آية ثم ينزل الله عليه من نوره، لكأني أنظر إلى قلب الفاروق وقد محى الله ظلمات الكفر من صدره، يقرأ ويتدبر ويتمعن ويتلذذ، ثم إذا بالله يشرح الإيمان في صدره والنور في فؤاده رضي الله عنه وأرضاه. ثم أراد أن يعلن الإسلام، ركب خيلة ثم ذهب إلى دار الأرقم من الأرقم. في الأول ذهب إلى دار الأرقم من الأرقم يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى دار الأرقم ابن الأرقم يريد أن يعلن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك رسول مرسل من لدن الله، وأن الله أرسلك بالحق، وأنك على الحق المبين، وأنك والله لست بساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا مجنون، إنما أنت رسول مرسل من لدن الله، أنزل الله عليك نوره وأيدك بتأييده ووفقك بتوفيقه ونصرك بقوته وأعانك جل وعلا بإعانته. والله يا محمد، والله ما هذا بكلام ساحر ولا كلام شاعر ولا كلام كاهن، والله تعجز العرب وآباء العرب وبلغاء العرب وأبناء العرب وفطاحلة العرب أن يأتوا ببعض آية، بل يأتوا ببعض حرف، إنما هو معجزة أيدك الله بها جل وعلا لترغم بها أنوف كفار قريش. ثم طرق الباب على محمد عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم والأرقم. صلى على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلما طرق الباب وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يذهب، ذلك الرجل ينظر من ثقب الباب. وكانت الدعوة المحمدية ما زالت في رحم السر، ما بعد ظهرت. ثم نظر قال يا رسول الله إنه عمر عند الباب. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يفوض أمره إلا لله، ويعلم أن الأمر بيد الله وأنه ما من ضر إلا بأمر الله،
وما من نفع إلا بأمر الله، وأن عمر وألفا مع عمر بل ألف ألف مع عمر من إنس وجن وملك ومملوك لا يستطيع أن يضر بشرا إلا بأمر الله وتقدير الله وإرادة الله، فلا إله إلا الله جل الله. فلما طرق الباب دخل، والصحابة كلهم ماذا يريد عمر؟ لا شك أن عمر له هيبة ووجل في القلوب، ثم إذا بحمزة قال افتح الباب، افتح الباب لعمر، والله إن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ثم دخل عمر بن الخطاب، خطاه تضرب له خطوة تتلو خطوة، وضربة تتلو ضربة، وقدما يعلو قدم، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام جالس، وحمزة جالس، وعمر يقدم، والصحابة ينظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، يتوكل على الله أن الله يشرح صدره وينير قلبه ويفتح على فؤاده، وأن الله يعلي دينه بعمر، وأن الله جل وعلا سينصر دينه بعمر، وأن الله جل الله سيقوي نبيه بعمر. والله ما علم عمر أنه سيولد الآن، وأن الله سيفتح على قلبه. ثم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر لعمر نظرة الخائف له، نظرة الواثق بالله، المتوكل عليه، المحسن الظن به. أسلم يا ابن الخطاب، أسلم يا ابن الخطاب، أسلم يا ابن الخطاب. يجر ثوبه ويبلهن الدين في وجهه ويدعوه إلى الجنة، يدعوه إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى الطمأنينة، إلى الراحة، إلى لا إله إلا الله. ثم الصحابة ينظرون، والنبي عليه الصلاة والسلام مسك بطرف ثوب عمر، أسلم يا ابن الخطاب، أسلم يا عمر، يا عمر أسلم. والصحابة ينظرون، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يصر على عمر، فجذب وجذب 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 حتى سقط، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ضرب بها جبال مكة وهز بها أودية مكة، والصحابة يكبرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يستبشر، يقول عبد الله بن مسعود والله ما زلنا في عزة منذ أن أسلم عمر. أول كلمة ماذا قال؟ توا ساقط في الأرض، توا يخلع ثياب الكفر، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ما نعطي الدنيا في ديننا مو على الحق؟ قال بلى، والله يا ابن الخطاب إنا على الحق. قال ما نعطي الدنيا في ديننا؟ اذهب فلنصلي في جوف الكعبة. ثم إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج الطابور الأول يقوده حمزة، والطابور الثاني يقوده عمر، يمرون على أودية مكة ليرغمون به كأنوف أبي جهل وأبي لهب وعبد الله وخلف بن أمية وما جاورهم وناصرهم من كفار قريش، يمر على كل وادي ليثبت لأهل مكة أنه لا إله إلا الله، وأنه محمد، أن محمدا هو رسول الله، وأنه لا يعبد إلا الله، ولا يلتجأ إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، وأنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يضر إلا الله، فلا إله إلا الله. ثم صلى في جوف مكة، والله ما جرى أحد من كفار قريش الذين كانوا يؤذون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما جرى واحد منهم أن يتعدى على عمر ومن كان معه، أو يتعدى على حمزة ومن كان معه. مر التاريخ ومرت الأيام والساعات تنقضي في حياة عمر، ثم إذا بذلك الرجل
الذي أراد أن يقتل محمد عليه الصلاة والسلام يصبح الذي أراد أن ينتهي أو أن ينهي أمر محمد عليه الصلاة والسلام أصبح الوزير الثاني لرسول الله، بل أصبح أمير المؤمنين بعد أمير المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وعمر وصلى الله على محمد. ثم فتح بيت المقدس. ثم لما فتح بيت المقدس في خلافة عمر ذهب عمر من المدينة إلى بيت المقدس ليصلي في المسجد الأقصى. فلما اجتمع الصحابة واجتمع المهاجرون والأنصار وأهل بيعة الرضوان واجتمع عمر وجاء مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس من كل حدب وصوب ليصلوا في المسجد الأقصى، ثم قال عمر لبلال: يا بلال ذكرنا بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أمير المؤمنين علك أن تعذرني. ثم قال: يا بلال ذكرنا بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ببلال رضي الله عنه وأرضاه يعلو على المنارة ليصدع بالتوحيد وبالرسالة والنبوة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم إذا بعمر يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي، ثم يبكي الثانية، ثم يبكي الثالث، ثم يبكي بلال، ثم يرتج المسجد الأقصى ببكاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أختم بهاتين القصتين حتى لا أطيل على الإخوة. في مخيم من المخيمات في مرة دخل رجل في معرض ما يسمى معرض البداية والنهاية، رجل كبير في السن عمره يقارب 50 أو 60. فلما حضر المعرض ونظر إلى تلك المشاهد وكان المعرض عبارة عن مشاكل الشباب، ثم نظر إلى تلك المشاهد التي تحاكي شيء في صدره وفي نفسه، ثم والله إذا بالرجل ما تسمع إلا بكاءه كالطفل. فلما جلس مع أحد الإخوة قال: والله ما لي توبة. قال: والله لك توبة، الله جل وعلا يقول لمن سبه وشتمه وقذفه بما لا يليق: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يا من عدا ثم اعتدى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: تدري وش المشكلة؟ قال: وش المشكلة؟ قال: والله لي 40 سنة ما صليت ركعة، لواط، زنا، مخدرات، ترويج، تهريب، استعمال، مشاهد خليعة، كل معصية في بالك والله ما خليتها، والله 40 سنة ما وضعت جبهتي في الأرض ولا مرة، والله 40 سنة ما نطق لساني بسبحان ربي العظيم، والله ما كبرت لله ولا تكبيره منذ 40 سنة. قال الرجل: شفت 40 سنة؟ قال: نعم. قال: والله يجعلها الله حسنات. يا فلان من أكرم من الله؟ ما أقول لك الله يغفر لك، أقول لك الله يجعل 40 سنة كلها حسنات. الكلام الساعة 9:30 بالليل. قال: كلها حسنات؟ قال: كلها حسنات. قال: شوف بروح لأهلي بس، أبوصلهم للبيت وبجيب كل ما عندي من المعاصي والذنوب، وبجيكم الساعة 1 بالليل في المخيم تنتظرني. قال: والله لا أنتظرك. ركب سيارة الساعة 10:30 بالليل، والله ما جت الساعة 12 بالليل إلا في ثلاجة الأموات، والله ما له 3 ساعات تائب، 3 ساعات تائب. يقول ذلك الرجل: في يوم من الأيام جلست مريت من عند شباب وإذا بهم 5 أو 6، واحد منهم علي الشيشة. يقول: سبحان الله، كأن الله موجهني إلا اللي معه ليها. جلست معه وزعت عليهم أشرطة، ذكرتهم بالله دقائق معدودة، قلت بعدين لكم راح أمشي، الساعة 9:30 أو 10 بالليل. يقول: ما مشيت إلا اللي معي الشيشة، حلت الليل ولحقني للسيارة. قال: والله ودي أتوب، الله يرحم أبوك، والله إني مليت،
والله ان الارض ضاقت علي بما رحبت، فحط تبغى السعاده عجزت القاها، تكفى ابغى هالكنز اللي تعيشه وين احصله؟ الساعه 10 بالليل قال تبغى السعاده؟ قال ايه. قال السعاده في التوبه والرجوع لله. الرجل رجع للشله وتخلص من جميع الذنوب والمعاصي، اذا بالله ينزل في الثلث الاخير من الليل وهذا يتعرض لنسائم رحمه الله، ثم يدعو ويتضرع ثم يصلي الفجر. ما كمل 14 ساعه تائب الا الله يقبض روحه وهو يتشهد. اخذوه الى مغسله المهاجرين في مكه، واذا بمغسل الاموات يغسله ويكفنه، ثم يخرج واذا بوالده واخوته يبكون. قال على ايش تبكون؟ والله الذي لا اله غيره اني جالس اغسله، والله اني عجزت انزل اصبع السبابه وهو جالس كانه يتشهد في الصلاه. والله ما له 14 ساعه تبكي يا اخوان. اي كرم هذا الكرم؟ واي وجود هذا الجود؟ واي رحمه هذا الرحمه؟ اختم لكم بالقصه هذه حتى ما اطيل على الاخوه. هذا الرجل يا اخوان متزوج، اسرف على نفسه، قضى عمره كلها في المعاصي، يعرف انها رجل صالح. في نهار رمضان سبحان الله مصادفة واجه الرجل، قال فلان، قال لي، قال ودي اليوم حنا عندنا وجبة إفطار خارج خلوية في البر كشتة، وش رايك نلتقي تخاوينا حنا وبعض الرفقة الصالحين؟ قال والله ما عندي مانع. إذا بالرجل سبحان الله يركب سيارته ويحدد له المكان يجي قبيل أذان المغرب، ثم إذا به ينزل من سيارته وينظر للمشاهد اللي أول مرة يشاهدها في حياته، واحد جالس يدعو والثاني جالس يستغفر وهذا جالس يقرأ ورده وهذا جالس يفرش السفرة والثاني يبتسم وذاك يقرأ القرآن. والله مناظر ما شاهدها في حياته منذ سنين. ثم أفطر ثم صلى المغرب ثم جلس نصف ساعة أو قريب من ذلك مجلس ذكر أحيى الله به قلبه، ثم رجع وهو راجع في الطريق من الكشتة إلى بيته جالس يتذكر سجل المعاصي والذنوب. يا فلان كم مرة حركت يدك والله يراك، يا فلان كم مرة مشيت في الحرام والله يراك، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، وهو جالس يقلب سجل المعاصي والذنوب حتى أذن صلاة العشاء ثم وقف في المسجد عند المسجد ثم إذا به يكبر. والله يا أخوان يقول كأني أسمع القرآن للتو، ما ودي ان الامام يركع. الكلام هذا وين عني منذ سنوات؟ الراحه هذه وينها؟ يقول ثم اذا به ينتهي الامام من صلاه التراويح، وهذا كان قبل العشر الاخيره من رمضان، ثم اذا بالرجل يرجع الى بيته بثوب جديد ووجه جديد واخلاق جديده وزوج جديد، ثم اذا بالرجل ياكل ما اراد الله ان ياكل ثم يجلس مع زوجته واهله ثم يذهب ينام. ما في صلاه قيام. يقول والله الساعة 2 بالليل بدون منبه ولا ساعة ولا أي شيء يوقظه رب العزة والجلال بأمره فيستيقظ، ثم إذا به كأنه ينظر إلى نعيم الجنة يضع سجادته ثم يتوضأ ثم يكبر. كان بالأمس جالس على القنوات الفضائية ينظر إلى المغنين والمغنيات، كان بالأمس يتلذذ بكلام المعاكان، بالأمس يتلذذ بكلام الفجار والفساق، اليوم أصبح قلبه مليء بحب الله وتعظيمه. ثم إذا بالرجل يكبر الله أكبر من كل كبير، ثم إذا بالرجل يقرأ القرآن ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، ثم إذا بالرجل تنظر إلى دمعات تحفر خديه، سبحانك ما أحلمك، ربي طرقت بابك وقفت ببابك، اعترفت بذنوبي أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك أبو بنعمتك، وأعترف بذنبي فاغفر لي. وإذا بالدمعات عبرات دعوات، وإذا بالرجل يبث همه وشكواه وحزنه لله. نصف ساعة والله ما رفع رأسه ولا دقيقة، يا لله العجب. ثم إذا بالزوجة تصحو على بكائه وهي تشاهد هذا الموقف، الله أكبر، أو من كان ميتا فأحييناه، سبحان من أحياه بالدين والإيمان، سبحان من أحياه بالتوحيد والخشية. ثم إذا بالرجل أصبح البكاء يزداد يرج جدران الغرفة
والله لكأني أنظر إليه يتذكر ذنوبه ومعاصيه ثم تقطر دموعه، والله لكأني أنظر إليه يتذكر زلاته هفواته خلواته، ثم إذا به ينطرح بين يدي الله كالطفل بين يدي أمه، ثم إذا بالرجل دمعاته وعبراته ودعواته تزداد، ثم إذا بالزوجة جالسة قالت يا فلان خلاص، يا فلان يا فلان يا فلان، وإذا بالرجل ما زال يبكي، ثم نزلت من السرير الساعة 9 بالليل تائب أو 7 المغرب تائب، ثم نزلت من السرير وأصبحت الخطى تضرب الأرض والرجل جالس ساجد ينتفض من تقدير الله وتعظيمه، يستشعر أنه أقرب ما يكون من الله وهو ساجد، ثم إذا بالرجل ينتفض، ثم إذا بالصوت يخفض والدموع تجف والحركات تسكن والزوجة تدنو يا فلان يا فلان يا فلان، ثم إذا به يسقط جثة آمنة وقد قبض الله روحه ومساجد. أي كرم هذا الكرم؟ أي جود هذا الجود؟ أي لطف هذا اللطف؟ أي محبة لعباده هذه المحبة؟ أي رحمة بعباده هذه الرحمة؟ والله أن الله جل وعلا أحب، أن الله جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. قلوا أمين. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان والتقوى والهداية. قلوا أمين. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وتعظيمه ورجائه وخشيته. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والإنابة إليه وحسن الظن به، وأن يميتنا على لا إله إلا الله وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن والغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما كان من صواب من الله وحده لا شريك له، ما كان من خطأ من نفسي والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.